هلا على مصر مثلا قطعين خطيره جدا، وانت تعرف اكثر مني من بعد يعني يسب في كل وقت، يسب الصغير قبل الكبير ولا يحسب، لكن ما احد يسب الرئيس ولا يسب العشيره ولا القبيل. نعم، والبعض يحاول الدفاع عن هؤلاء، والبعض يضحك يسمع السب يضحك كأن شيء لم يقع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم هداية. أيضا مسألة مهمة نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عندما قيل له أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، وهو بحق سيد ولد آدم. المسألة المهمة هنا التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله أنه كان في الجاهلية يسمى الأصنام بماذا؟ بالآلهة. ما معنى الإله عندهم؟ يعني الذي يخلق ويرزق؟ لا، أقروا بتوحيد الربوبية، سموا الآلهة آلهة، أي تخلق وترزق؟ لا، أجعل الآلهة إله واحد. ما معنى الإله هنا؟ الإله هو الذي يقصد عند الحرائق. إذا ما معنى الإله عند الكفار الذين بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى؟ ما معنى؟ الإله عند الكفار الذين بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخلق ويرزق، صح؟ خطأ، هو الذي يقصد عند الحوادث. اجلس. اليوم لفظة سيد، السيد البدوي تجاري، السيدة زينب كذا، يقصد بهذا أي الذي يقصد عند الحوادث. هذا سيد اليوم هو الإله عند أهل الجاهلية. نعم، فلا يصح أن تقول السيد البدوي السيد كذا، لا، يعني ما إذا قلت السيد كأنك تقول هذا الذي يقصد عند الحرام. طيب ماذا تصنع؟ ايش تقول؟ ما تقول شيء، تقطع، تعرف على التوحيد أو قال أنا أريد أقول لسائق التاكسي أذهب إلى مكان كذا، ما يصح تقول. بعضهم قال أنا ما أقول سي، أقول سي، سي هي سي، سي فرق أو سيتي. يا أخي حافظ على التوحيد ولا تنطق بالشرك أصلا. نعم، وبعضهم قال لا لا صحيح. الصحابة سأل، نعم، لكن هنا الآن هنا يقصد به أنه يقصد عند الحاج أن تعرف أنهم عاظم هؤلاء يدعون من دون الله ويذبحوا لهم. نعم، مثل ما كان يسمع عن الجاهلية في الآن. إذا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيده، ما يقول؟ تعرف يقول السيد الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب كذلك ذكرنا مسألة مهمة جدا وهي كفر النعم وقليل من عبادي الشكور إنه كان عبدا شكورا ولئن شكرتم لأزيدنكم تذل اللسان بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى وأن كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء تحتاج إلى تعلق بالله قبل أن تأتي وإلى شكر بالقلب واللسان والجوارح بعد أن تأتي كذلك لا يقول السلام على الله لماذا؟ إن الله هو السلام ماذا يقول؟ يقول التحيات لله والصلوات والطيبات هل يصح؟ هل يصح أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت؟ الله يهديك إن شاء الله الله يهديك إن شاء لا ماذا أقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني الله يهديك صح أي نعم هل يصح أن يقول فلان قاضي القضاة ملك الملوك حاكم الحكام سواء كان باللغة العربية أو بالفرنسية أو بالفارسية مثلا لو قال شاهان شاء يصح يصح القاضي على طول قاضي من؟ الله سبحانه وتعالى ما يصح إلى هذا القسم ذكر في المؤلف الملاعن اللفظية والحفاظ الشركية وبعض الشركية ومنها كذلك يعني بعض الأسماء أسماء الناس هل يصح أن يعبد الولد غير عبد شمس عبد الكعبة عبد المطلب غير لا تعبير ما يكون للملك عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحيم عبد الوهاب هكذا من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن صح الاشكال في هذه الايام ان يختار للولد اسم على السنة من المسلم أو اسم قريب من أسماء الكفار حتى يقول إن لا يعني يظن هؤلاء أنه اسم يعني منهم الله صحيح صح أنا كذلك أسماء البنات يسمى البنت سهام يا أخي لو سهم واحد سهام كثير جاء رجل الشيخ بن باز رحمه الله وسأل عن اسمه قال غازي قال في سبيل الله ممكن غازي عساك اي نعم اذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بعض الصحابه رضي الله عنهم فاذا كان الاسم هو في الأصل اسم أسماء كفار ماذا يصنع؟ يغير هذا الاسم تعبيد لغير الله يغير هذا الاسم مفهوم؟ أي نعم ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد باب أخير ختم به كتاب التوحيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد يا رب.
ختم بباب وما قدر الله حق قدره. كان يقول لك احذر من قبح الشرك، وان الكافر المشرك لم يعظم الله، وانت موحد لا بد ان تعظم الله. بماذا؟ بالتوحيد وما قدر الله حق قدره. وانت موحد تعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. أو هنا ذهبت أو بعد نعم قليل تعال تقدم أين هنا علي هذا مكان بيت الإسلام. نعم نعم الصدق من جاء أخوان الله. نعم. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصدق. سلام الفضل يا رب. طيب. أيضا ختم بهذا الباب كان نقول لك مهما تتعلم وتعمل وتدعو الى التوحيد لا بد ان يكون في عمل العبد شيء من النقص. قال عليه الصلاه والسلام سبحانه لا احصي ثناء عليه انت كما اثنيت على نفسك. فاخواننا الله اعلم أن بهذا علمنا أن بحاجة إلى التوحيد، وأن حاجة العباد إلى التوحيد أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأن التوحيد في حياة القلوب تعلق بالله، تسعد في الدنيا وفي الآخرة، ولا تبالي بشيء. استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نترك تعلم التوحيد وكذلك العمل به وكذلك الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يحذر من الشرك ويجعل التوحيد عليه الصلاه والسلام، وقال من كان اخر كلامي لا اله الا الله لم يبق بينه وبين الجنه الا الموت. حسن الخاتم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة. عندما تسأل في القبر تجيب لما كنت تعمل في الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم التوحيد أمانة. بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نبدأ بمذاكرة متن العقيدة الوسطية للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحضاري الدمشقي رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. Thank you.